بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء كنشكروا الاذاعه ديالنا راش اونفو اللي كتبع الابطال ديالها في جميع الرياضات وعلى مستوى الاقليمي والجهوي الوطني. الاسم ديالي بالرحمه محمد، بطل سابق في العاب القوى على الصعيد الوطني، مدرب ديال الشباب العوامره، وفي الاداره التقنيه ديال العصبه ديال طنجه تطوان الحسيمه. جيت الحمد لله كعضو هنا باش نحضر لهذا السباق الاقليمي اللي نظمته جمعيه بكاره للعدو الريفي، اللي كان سباق ممتاز وكان ناجح نظرا للتنظيم ديال البطل السابق بوسلام عمبو رئيس الجمعيه، وكذلك البطل العالمي امين قرواش. الحمد لله يعني مدينه العرائش معروفه على الصعيد الوطني، يعني في العاب قوى، يعني عندنا ابطال كبار، دازوا عندنا ابطال كبار هنا في مدينه العرائش ما ننساوهمش، اللي سجلوا الاسم ديالهم على الصعيد الوطني والصعيد الدولي. كاين عبد السلام حيمد، كاين رشيد حيتان، كاين قرواش الامين، كاين بهاء حسنا، كاين الاخوه اللي كاين عادل الكوش. ذكرتي عادل الكوش؟ عادل الكوش يعني ديالنا ديال القصر الكبير، محمد حمانو، يعني لا نسينا شي اسم اخر يعني يسمحوا لنا، يعني معروف الحمد لله هذا السباق هذا كنظموه بشراكه مع السلطات المحليه والمجلس الاقليمي لاكتشاف المواهب. وكذلك يعني كانت واحد الرمزيه في التمثيليه ديال الجاليه اللي حضرت معكم في التشريف والتكريم ديال الابطال اللي هذا من العرائش، مراسم توزيع الجوائز، حفل توزيع الجوائز. هند الدوي كنشكروها، بطل يعني مدربه رياضيه في كره القدم النسويه، يعني في نعم اسبانيا، وحضرت معنا وعاونت الجمعيه وشجعت الاخوان، وهذا شرف كبير لنا. والحمد لله يعني هذا السباق هذا تنظم لاكتشاف المواهب باش نشوفوا الوليدات اللي كيجريو مزيان. بالاضافه الى ذلك دعمتكم يعني السلطات بحضور الامني، يعني التنظيم اللي كان محكم بحضور يعني توفير الامن، الامن الوطني، السلطات المحليه، يعني كل شيء ساهم في النجاح ديال التظاهره الكبيره، يعني باش ينقبوا على المواهب ويدعموا الانديه ديال اقليم العرائش، باش الله ان شاء الله يعطيونا ابطال كما كان عندنا بطل اقليمي مثلا عادل الكوش راه بطل العالم، وابطال كبار يعني دازوا، ونتمنوا ان شاء الله المسيره تزيد للامام، وعندنا ابطال من القصر الكبير، العوامره، العرائش، يعني وكنشكروا الاخوه اللجنه المنظمه، كنشكر خصوصا البطل العالمي ديال اللي فاز ب 1900. وجانا كامل الاسئله فيما يخص حلبات السباق اللي شكروها كاملين، يعني حلبات كانت مستويه وكانت صلبه، مستوى جيد، ما كانتش كتهوى فيها رجل داكشي من احسن.